السلام عليكم، مرحبا بكم في شين يوتيوب نتاع تي جي تي في. اليوم ان شاء الله تشوفوا الابيزود 1 نتاع ان جيم شو. دونك بالنسبه للعباد اللي تسالوا شنو هي الحكايه هذه، هي ايميسيون جديده خممنا فيها. قلنا نعملوا ايميسيون باش تكون حاجه معناها كلي تخرج ديما، معناها مثلا مره في الجمعه مره في الجمعتين. بون ما عطيكمش كلمه تعرفوني بوخلي، مي بون حاجه معناها هاكا كل مره فيها دي بارتي، فيها بارتي نيوز، فيها بارتي هاب ريفيوز، فيها بارتي ان جيم تيست. دونك هذا بالنسبه للتو الابيزود 1 ولا لي ابيزود اللي باش يكونوا جايين. سينو زيد نحبوا نزيدوا دي بارتي. بالنسبه لي بارتي الاخرين ان شاء الله باش نسالوكم، باش ناخذوا لي سوجيستيون تاعكم، شنو هي الحاجات اللي تحبوا تشوفوهم في الاميسيون هذه. قاسنا تو في الابيزود 1 باش يكون ديفيرون ان بو، باش يكون سبيسيالمون ديدي للاكس بوكس 1. كيف ما تعرفوا الفتره هذه لانش ريليز نتاع لي كونسول نيكست جين. دونك الحلقه هذه باش تكون مركزه على الاكس بوكس 1. ان شاء الله باش نحكيوا على الكونسول بيدها، باش نعملوا انبوكسينغ، باش نعملوا ريفيو، وباش نعملوا زاد دي تيست على لي جو اللي خرجوا، معناها كيف ما نقولوا المعروفين اكثر واللي نعرف معناها الاكثريه نتاع توينس تعجبهم. دونك تعديو ديريكتومون البارتي نتاع الريفيو والانبوكسينغ. اول حاجه باش نبداو بها وكيف ما استنستو بلي فيديو نتاعي بالنسبه للعباد اللي يعرفوهم تبع نعرفو بالكونسول. دونك الاكس بوكس 1 اي اون كونسول دو 8ام جينيراسيون. نعرفو تا واحد الان فيها الويو اللي هي خرجت لولا، فما الاكس بوكس 1 وفما بلاي ستيشن 4. الاكس بوكس 1 ديفلوبي بار مايكروسوفت تبع جوكرو العباد الكل يعرفوها الحكايه هذيا، وكانت اول مره ديفوالي لو 21 ماي 2013. هذايا معناها في الدات هذايا ديفواليو الكونسول وبداو يحكيو عليها. ونذكروا زادا في البريود هذيك صارت برشا مشاكل نتاع كوميونيكاسيون، سورتو انهم حبوا كيف ما نقولوا حبوا يمبوزيو دي فونكسيوناليتي، كيف مثلا لازم تكون ديما كونيكتي انترنت، خاطر الكونسول تعمل فيريفيكاسيون كل 24 ساعة تشوف اسكو كونيكتي ولا سينو ما عادش تخدم. برشا حاجات كيكا عملوا فاز ما تنجمش تبيع لي جو نتاعك ولا حكايه ليميتي، معناها جو انت تصور معناها عبد كي يشري جو يحب معناها على الاقل في مخه يتصور اللي هو يملك الحاجه هذيك، معناها هذيك اموري انا من بعد نحب نبيعها، نحب نسلفها، نحب نعمل حاجه، هما حبوا ينحيوها الفاز هذايا. وصارت برشا مشاكل، ورغم اللي هي معناها هي شنو حبوا يعملوا كي تجي تخمم فيها الحكايه، حبوا يزيدوا دي زوبسيون، معناها كل شيء يكون غولي الكونت نتاعك، كيف مثلا شريت جو تكون غولي الكونت نتاعك وتجم بعد من الكونت نتاعك تسلف جوات، وعندك معناها فيها كيف نقولوا برشا دي ليميت، ما تنجمش تعمل اللي تحب عليها، ما كومين كي تلوش في الحكايه وتفهمها بالبيان فما حاجات باهيين. تشكيو العباد بيان سور، وصارت زادك الفضيحه من لي ريسبونسابل تاع الكوميونيكاسيون كيفاش قالوا معناها كي تشكيو العباد في انترفيو، تشكيو قالوا كيفاش ما نجمش نسلف الجوات نتاعي وكيفاش يا خويا انا ما عنديش انترنت تحب تستعمل كونسول، هو قال مالا اقعدوا على الاكس بوكس 360، معناها فضيحه بالنسبه للعبد لاهي بالكوميونيكاسيون وماركتينغ الحكايات هذوك. ان توكا من بعد شفنا زاده في الاي 3 كيفاش سوني بالبلاي ستيشن 4 بداو كيف ما نقولوا تروليو في مايكروسوفت، وقالوا معناها معنا حتى مشكل، سورتو كل الفيديو نتاع شوهي يوشيدا وقتها عملوا فيديو حاسيلو ترول 100%. قالوا معناها ستيبس تو تريد ذا جيم اور سيل ات، ستيب 1 معناها تاخذ الجو، ستيب 2 جيف ذا جيم تو يور فريند. هذيك معناها عملت بوز مش نورمال، ومايكروسوفت من وقتها ما بداو يخموا معناها يقولوا راهو باش نخسروا برشا دي كليون، ورجعوا في القرارات نتاعهم، نحاول الفازه نتاع لازم تكون كونيكتي على انترنت، وزاد نحاول اكل ليميتاسيون نتاع تو سكي تحب تبيع الجو نتاعك ولا تحب تسلف. دونك المشكله هذيك تحلت ورجعت بلوز او موان كيف الاكس بوكس 360. سينو بالنسبه للي موديل، فما موديل يونيك اللي هو فيه 500 جيجا ديسك دور. بون بالنسبه للاكس بوكس 1 تنجمش تبدل راه ديسك دور، معناها 500 جيجا جكوا يكفيو. بون صحيح هي توا في لي كونسول هذوما نيكست جين ولا بلوتو اكتويل جين، خاطر صاي خرجوا لي كونسول الكل لي جو يوستو 30 40 50 جيجا. دونك اما جكوا سافا كي تجي تشوف انت باش توصل الكونسول نتاعك فيها 15 جو باش تلعب ديسك دور، ماكش باش تلعب 15 جو ان مام تون، تنجم تفسخ وتعاود تتصرف حاسيب.
سينو بالنسبة للانبوكسينغ نتصور قاعدين تشوفوا فيه توا في الفيديو. قلت زيد باش نقعد معناها نحكي على الانبوكسينغ وانتم قاعدين تشوفوا في الفيديو، دونك نحكيوا على حاجة اخرى. بالنسبة للاكسسوار في الكونسول كي تاخذها يعطيوك كينيكت بيان سور، يكون تابع معناها اي كونسول اي اكس بوكس 1 باش تشريها راه باش تلقى فيها كينيكت. سينو زيد تلقى بيان سور اون مانيت وتلقى هيدسيت، يعني في ميكرو كذا على العدشات يركب ديريكت في المانيت. وحكيت الكينيكت زادا نسيت حكيت عليها، الفاز اللي حابوا يردوها اوبليغاتوار كانوا قبل الكينيكت حاطينها لازم تكون كونيكتي للكونسول باش تخدم نورمال، يعني كنت نحيها الكينيكت تولي الكونسول بون ما نقولش ما تخدمش، اما تخدم برشا حاجات ما يخدموش فيها. الحاجة هذه زاد تشكيو منها العبيد وسورتو مع الفضايح اللي خارجة نتاع الـ NSA قالوا كيفاش وعليش. ان توكا توا تقلت الحكاية هذيك ونخليكم توا مع فيديو قصيرة فيها ديمونستراسيون على لي فونكسيوناليتي نتاع الكينيكت بيتو. Xbox go home. My games and apps. Go back. Play FIFA 14. Substitutions. Gomez. Oh, they've got another one. Cancel. Formations. And the goal that has put them even further ahead. Formations. Then against boys, and there's only one winner here. Cancel. Not sure he hit that exactly as he would have wanted, but. Team pressing. In the net. It's with Luis Garcia. Tactics. CB joins attack. He was so good in the air. We can expect to see some crosses delivered to him in the match. من اهم الحاجات اللي حبيت نحكي عليهم زاده بالنسبه للاكس بوكس 1 فيتشر جديده اسمها سمارت جلاس، وعندها برشا اسامي سمارت جلاس كومبانيون سكند سكرين. شنو هي حكايتها هذه؟ ابليكاسيون تنجم تيليشارجيها في التليفون نتاعك سمارت فون نتاعك، ديتكتي الكونسول وتولي فيها برشا حاجات. تنجم مثلا كنترول الكونسول بالتليفون نتاعك، يعني تنافيغي كيف ما نقولوا تنافيغي في المنيو. زاد فيها فازات اخرين تجم بالنسبه للي جو، فما دي جو يستعملوا السمارت جلاس. نعطيكم احسن اكزامبل في ديد رايزينغ 3، فما دي ميسيون يتحلوا سولمون افيك سمارت جلاس هذايا. مثلا هذايا سيد في تتعرف عليه في الجو، يولي شي يعمل يكلمك بالتليفون، معناها انت تبدا حط التليفون بحذاك يجيك ابيل في التليفون يبدا يحكي معاك اتخافيغ التليفون، يقول لك راهو في البلاصه هذيك راهو فما كذا وكذا لازمك تمشي تعمل الميسيون هذي. ابار هذاك زاده في لي جو تنجم تستعملها كماب، تنجم تستعملها باش تشوف لامونتير نتاعك. فما برشا حاجات زاده بون انت والجو وانت ولا ديفلوبور نتاع الجو هذاك اش عملوا بالفيتشر هذايا. ابار التليفون زاده تنجم تستعملها كان عندك ويندوز 8 تنجم تلقاها الابليكاسيون هذايا في ستور. تدخل تيليشارجيها تنستاليها تولي تستعملها كأنك في التليفون بالضبط، معناها جوست كانك حاطط البي سي نتاعك ولا بي سي بورتابل بحذا الكونسول هكيك ما تقلقش. زادة فاش تصلح حاجة أخرى نسيت ما حكيتش عليها، مثلا نعرفوا كلنا في بلاي ستيشن 3 ولا اكس بوكس 360 فما كل كلافيي يتحطوا في الكلافي صغار يتحطوا في المانات. بالنسبة للعبيد اللي مستعملش هذوكم فما مشكلة كبيرة باش تبعت دي ميساج تقعد تكتب قرن حاسيب. سمارت جلاس شي يعمل تجم انت كي بيسكو تجم تكونترولي بالابليكاسيون الكونسول نتاعك باش تبعث ميساج لانامي ولا حاجه تجم معناها بالكلافي نتاع التليفون نتاعك والا بالكلافي في البي سي حسب معناها اترافير الابليكاسيون هذيا اللي في الويندوز 8. دونك فيتشر حلوه برشا انا بصراحه عجبتني تجم تستعملها في برشا حاجات. الحاجه الاخرى اللي حبيت نحكي عليها بالنسبه للكونسول هي المانيت. كي تجي تخمم فيها هي من اهم الحاجات ابري تو باش تقعد تستعمل في المانيت انت، يعني شوف قداش من اور باش تقعد تستعمل فيها. دونك سي نورمال لازم كي يعملوا كونسول لازم يخموا برشا في المانيت ويخموا في اسكو انت كي باش تبدا تلعب ماخذ راحتك ولا لا.
وبصراحة فريمون خدمة مزيانة برشا خدمتها مايكروسوفت في الحكاية هذيا. ديجا ملي عملت انبوكسينغ نتاع الكونسول كي حليت الباك نتاع المانيت وخديتها في يديا، معناها تحس تقول حطيت يديك كي بوزيسيون نتاع مانيت وهما جاو كي ما بين يديك وصنعوا مانيت، عرفت اللي بالضبط سورتو لي تريجرز نتاعها كيفاش بومبي وفيهم، معناها دي موتور يعملوا فيبراسيون، افيم تاع فيبراسيون بالرسمي. جود جوب في الحكايه هذيا، خدمه مزيانه برشا وعجبتني على الاخر المانيت. اوكي بالنسبه للبارتي نتاع ان جيم تيست، حالت انا قعدت نخمم معناها شنو هي الجو اللي باش نحطوها باش نعملوا لها تيست. خممت في الاول قلت نعمل معناها دي تيست على برشا جوات نحطهم في الابيزود هذا، بعد قلت لي باش طويل برشا الفيديو ونعرف معناها كيف انا معناها اكثريه التوانسه ما يحبوش الابيزود طويل برشا، دونك خممت قلت نركزوا على فورسا موتور سبور 5 و اون ميم طون زيد نحكيو على شويه جوات اخرين، معناها نوريو كيما نقولوا جيم بلاي وكذا، اما باش نركزوا على فورسا موتور سبور 5. قبل ما نبداو التيست هذا حبيت نخليكم على انترو تتفرجوا فيها من غير ما نقلقكم انا ونقعد نحكي، دونك ننصحكم تركزوا فيها وسورتو العباد المغرومين بالكراهب. Welcome to Forza Motorsport 5. Cars. To some, they're just transport. A convenient alternative to highly flammable dirigibles or walking. But you understand, cars are far more than this. They are our history. They mark the moments by which we define decades. Cars are some of the most intoxicating, most beautiful things ever forged by mankind. They represent the glory of technology, the essence of freedom, and have been the weapons in some of our most gripping sporting battles. They grip us, they cheer us on, they hold us up as heroes. So this is about the love of all things four-wheeled and fast. This is a shrine to power, to speed, to metal made beautiful. This is where dreams are driven. Welcome to Forza. Donc, كيف ما شفتوا في الانترو، الجو هذا il est plutôt adressé la bête معناها à fond في les courses automobiles. مغرومين برشا بال tout ce qui est كراهب بالunivers هذاك. D'ailleurs, حاجه معناها باش نوضحها قبل ما نبدا التيست هذا، الجو هذه راهي ما تقارنش بدي جو كيف Need for Speed والا معناها جوات اركيد كيف ما نقولوا اركاد، ما تقارنش جمله. علاش؟ على خاطرها سيمولاسيون و لي ديفلوبور اللي خدموا الجو هذي مركزين على كل كرهبه، معناها عاملين لي ديتاي و لي سونساسيون تاع الكوندويت باش يجيبوها بارفيت. معناها مثلا ما نعرفش انا تسوق في نقولوا مثلا بولو، عاملين حاسبينها بالضبط كيفاش الفيتيس نتاعها، كيفاش سونساسيون كوندويت، فما الهاندلينغ، فما سبيد اكسيلاسيون، لي ديتاي هذوكم الكل. هذايا بالنسبه معناها الكوندويت، باش نحكيو هذاك على توسكي فيزيوال وكذا تنوصلوا من بعد ونحكيو فيه باللي ديتاي. اما كالعاده قبل كل شيء نبداو نعرفوا شويه جو، دونك فورسا موتور سبور 5 جو كورس اوتوموبيل واضحه ياسر الحكايه، ديفلوبي باغ تيرن 10 ستوديوز. هذايا ستوديو يتعامل مع مايكروسوفت، دونك هذاك عليه جو هذايا اكسكلوزيف pour Xbox, Xbox One. معناها لا باش تخرج على البي سي، لا باش تخرج على البلاي ستيشن 4 ولا 3 ولا بو امبورت. هاكا من تو باش ما تقعدوش هات ليان ولا فين ولا فين نلقاها وقتاش تخرج كذا. الجو هذي ديجا خرجت لو 22 نوفمبر، خرجت معناها مع اللونش نتاع الاكس بوكس 1 نتاع كونسول بيدها. ودايور معناها كيف نقولوا من الجوات اللي ساهموا في بوبيسيتي نتاع الكونسول، خاطر عندهم باز دو فان كبيره برشا.
كما شفتم 5 فورس موتور سبورت 5 يعني فما غوز قداش من واحدة خرجت قبل وفما بعد الكات زادة خرجت فورس هورايزن اللي هي بدلوا شوية ستيل ما بون هذيك جو أخرى وعليها تيست آخر. سينو في الجو هذي شنية الكونتوني اللي نقاوه نقاوه فيها يعني في الكونتوني دو باز يعني أبا لي دي ال سي وكل حكاية الأخرين الكل تلقى فيها 200 كهرباء فما 200 كهرباء و 200 كهرباء دوما جايين من 50 كونستركتور دو فواتور يعني ماركات كيف مرسيدس بي ام دبليو بو امبورت فما 14 سيركوي كي نقول 14 سيركوي راه مشيش في بالكم معناها فما كان 14 سيركوي باش تلعب فيهم لي 14 سيركوي سيركوي تلقاه كبير ويتقسم دي بارتي فيه دي بارتي معناها ما تحسهمش انا بصراحه ما نكذبش عليكم لعبت معديت برشا وقت عديت حكيت 15 على الجو وما لاحظتش معناها فما كان 14 سيركوي ديما تشوف حاجه جديده مي بون تقعد زاد الديسيبسيون علاش على خاطر كي نجيو نقارنوها فورسا موتور سبور 4 تلقى فما 27 سيركوي دونك كوميم فما فرق تحس معناها خدموا في الكات 27 سيركوي وتو هبطوا ال14 تقلق شويه الحكايه كان جيت نعرفش انا 25 20 او بيير نقولوا وزاد حاجه اخرى في الكات تلقى 500 فواتور هبطوا من 500 ل 200 قلقت برشا عباد الحكايه هذيا اما شنو قالوا في 5 راهو كل معناها باش يخرجوا دي دي ال سي دي دي سي على ال 12 شهر اللي من بعد السورتي نتاع الجو كل شهر باش يخرج باك فيه دي فواتور باش يخرجوا فورم دي دي سي هو بالطبيعه لازمك تشريها دونك تفهموا الحكايه تفهموا عليها خرجوا 200 كهرباء كهوره ومعناها ابخي تو يا اخي شنو يحبوا يربحوا فلوس الكوميونيتي تقلقت منها برشا الحكايه هذيا وزادت قلقت من كيفاش نقولوا من الايكونومي سيستم تاع الايكونومي في الجو كيفاش تبدلت على قبل كانت كل هي شنيه فيها دي ليفل معناها تعدى من ليفل 1 ما نعرفش شنيه ليفل ماكس كل ما تعدي ليفل يعطيك كهربه جديده ومنظمه حسب الستيل دو كورس اللي باش تعملهم خاطر فما دي كاتيجوري فما ما نعرفش يعني نقولوا كاتيجوري بي فيها باغ اكزومبل البي ام دبليو الموديل هذاك وهذاك ومن بعد تعدى الكاتيجوري اللي من بعد خاطر ما تنجمش انت تحط نعرفش يعني نقولوا ماكلارين ام 23 تحطها مع فولكسفاجن بولو تنجمش تحطهم مع بعض منظمه باللي كاتيجوري وكل ليفل هاكا يعطيوك دي كريدي تربح فلوس هذاك كريدي الموني كورونت معناها في الجو ويعطيوك كهرباه هاكا تعاونك بالنسبه للكاتيجوري اللي تحب تدخلهم من بعد في الفايف لي في الفايف تربح كان دي كريدي ما عادش يعطيوك كراهب وبلي كريدي هذوك معناها لازمك تلم باش تشري كراهب جدد هي نورمالمون معناها كي تجي تخمم فيها لوجيكمون هكا خير ما يعطيكش كراهب هاكا انت لازمك تربح دي كورس وكذا وتلم فلوس باش تشري كراهب اما فيس المشكل الكراهب الاولين سافا ارخاص سويهم اما الاخرين تلقاهم غاليين على الاخ تلقى كراهب توصل بزوز ملايين ثلاثة ملايين الوغ كو انت في الكورس نعرفش يعني توصل تربح 2000 ولا 3000 دونك بالحق لازمك تعدي مدة طويلة تقعد تلعب برشا وكمان يعني تقلق شوية الحكاية كي تكثر منها سينون بالنسبة للي كوتي بوزيتيف اللي شفتهم في الجو خاطر ابخي تو تاو تيست منجمش نطول برشا سينون باش تطويل الابيزود الكوتي بوزيتيف عندك بالحق سيمولاسيون خدمينها بالضبط معناها السونساسيون دو كوندويت في الكراهب الديفيكولتي زادة مخدومة بالبيان تفاصون منهاش سهلة ومنهاش صعيبة منهاش حاجة امبوسيبل معناها وزادة منهاش سهلة معناها لازمك ستيل دو جو بالحق اللي لازمك تترين عليهم عرفتك اللي لازمك تعدي مدة باش تبدأ تتحسن وبالوقت تزيد تتحسن وتحفظ معناها تحفظ السيركوي ولازمها افور مشاكل اللي تلعب كهو سينو ابار سافا فما تكنولوجي متاع درايفاتور اللي حاطينها في الجو شنية التكنولوجي هذيا خمو معناها بيسكو نيكست جين كونسول قالوا نحبوا حاجه تعوض الانتيليجنس ارتيفيسيال شنو هي الحاجه هذيا انت كي تكونيكتي تبدا كونيكتي في الاكس بوكس 1 نتاعك قاعد تلعب في الجو هذيا الجو وحدها معناها تعمل كيف نقولوا تشوف الفاسون كوندويت نتاعك كيفاش انت قاعد تسوق تتسجل هذيك حسب لي سيركوي تتسجل في الكلاود ومن بعد ريت مثلا كي تدخل انت كور سولو نورمال عمرك لا تلعب كونتر انتليجنس ارتيفيسيال تلقى مثلا كونتر 15 واحد 15 كلهم باللي سمي نتاعهم تاع عباد معناها ديزوتيليزاتور نتاع فورس نتاع الجو تلقاهم بالرسمي وحسب الكوندويت نتاعهم دونك وكي يبدا عندك ديزامي قولوا مثلا عندك امي اكس وامي واي
كي تدخل انت في لي كورس ديما تلقاهم كي بحديك حسب الكونديت نتاعهم تبدا مسجله في الكلاود هكا ترجع كش عليها معناها انتليجنس ارتيفيسيال. هذايا ايدي حلوه بون مازلت مانيش ميتريزي برشا على خاطر زادك يبدا جوار اغريسيف برشا تولي انت تبدا تجري نورمال في كورس سيمولاسيون فما شكل اللي ادخل فيه فما تو كذا تلقاهم اغريسيف قلق شويه اما كوم ايدي حلوه برشا عجبتني يعني. غرافيكمون كيف ما قاعدين نشوفوا ما غير ما نحكي امبيكاب حلوه برشا. سينون زاد فما لي زيفي دو لوميير برافو معناها ايفي دو لوميير بالحق كلي عرفتك اللي تعمل عينيك كي وتدور وجهك تلمون تقلقك في عينيك كل قريب باش تلبس لونيت عرفتش باش تلعب في الجو. ولي كوتي نيجاتيف بو انا قاعد نحكي لكم كي على حسب راهو لوبينيون بيرسونيل نتاعي كي جربت الجو وزاد حسب لي ريفيوز نتاع لي سيت ويب معناها نتاع اللي تابعين لي جو فيديو باش نعطيكم هاكا افي يكون اوبجيكتيف. الكوتي نيجاتيف تقلقوا من الدرايفاتور كيف ما قلت لكم بوان بي زاد بوان خايب علاش على فاستك الاغريسيفيتي نتاع لي درايفاتور. فما الانترفاس قلقت شويه عبيت صحيح تضيع فيها شويه لازمك تلوج لازمك تسينس بها الانترفاس باش تعرف كل حاجه فين تلقاه. فما زاد فاست اللي حكيت لكم كاتور سيركوي كان 200 كهرباء كهو اما تقعد دون انصومبل جو باهي برشا ميم سي تو على لي كونسول نيكست جين ما فماش كونكورون ديريكت نتاعها. هي دابيتود في الـ في الاكس بوكس 360 و بلاي ستيشن 3 كانت فورسا موتور سبور كونتر جراند توريزمو تو بلاي ستيشن قاعده تشوف في جو اخرى اللي هي درايف كلوب اسمها كانت باش تخرج مع اللانش نتاع بلاي ستيشن 4 من بعد معناها صار فيها ديلي باش تخرج في 2014. بالنسبة لحد الآن أمور سيمولاسيون أحسن جو هي فورسا موتور سبورت 5 وحسب رأيي أنا كان باش نعطيها نوت يعني دو 1 على 10 نعطيها 8 على 10 وبالحق تستحقهم خاطر أبخي تو سي أن جو سيمولاسيون و لي سونساسيون دو كوندويت كلهم موجودين وكلهم باهيين برشا. أون دوكا إن شاء الله يكون التيست عاونكم باش تاخذوا إيدي على الجو هذي. دونك هذا بالنسبه للان جيم تيست ان شاء الله تكون التيست هذا يعجبكم ان شاء الله زاد الابيزود الكل عجبتكم وزاد الفكره نتاع ليميسيون. كان عندكم دي سوجيستيون ولا عندكم دي كريتيك معناك سواء بوزيتيف نيجاتيف اللي تحبوا نتوما اكتبونا في كومونتير قولوا لنا شنو هي رايكم في ليميسيون هذايا وشنو هي حاجات زاد تحبوا تشوفوها في الابيزود الجايين. ان توكا مشكورين كالعاده والسلام عليكم.